كلما أشعلت قمراً لدفء لياليك صفقت فتائلنا لشمعة أغانيه، كلما نصبت شراعك لنهار تنازعتنا أنهاره، كلما رفعت الستائر عن صباح فرت غيومنا من لسعات شعاعه، كلما هيأت طريقك لخطوة تخطتنا محطاته، كلما ترجلت عن سفر أسرجنا لك صهوة آخر. أيها الراقص دوما على حبال الشك، منتظرا قطار الأسئلة متى يمر ليأخذك لمدن لا زالت عناقيدها تتدلى خلف جدران يقينك. فمنذ ما يربو على جيد وعشر قلائد وأنت تحمل ظلك خشبة خلاص لتلتقط ما فاض من حاجة أغصانه زوادة من الحروف الرحل وراء مرابع الكلام وآبار اللغة وعشب القصيد، كنت المعلم الذي أسر لنا وأسرى بنا لحدائق البهجة وحلقات الكشف ومعارج النور في رقصاته العرفانية، روضت لنا الأبجدية حتى سالت ينابيعها بين أصابعنا فرسا جموحا، وبذرت سياقاتها بنا أشواطا لم تخن شواطئها برها. يا قنوت الرسل في أسحارهم وألذ الوصل أوراد القنوت، كل بيت ليس فيه دمعة لحسين فهو بيت العنكبوت، سيموت الكون طرا كله ذاك حتم وحسين لا يموت. لدينا مجمع بالآه والآيات مشفوع وقلب في فن الأحزان مطرود ومفجوع، وكون فوق نطع العز دام نحر مصروع، ورأس يا رأى القرآن فوق الرمح مرفوع.